بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الفرقة الأولى نظم، دي المحاضرة الخامسة اللي اديناها أونلاين، وتعتبر المحاضرة الأخيرة في المنهج. هيبقى لنا محاضرة واحدة فقط لمراجعة المنهج كله، عبارة عن أمثلة وتمارين محلولة. سنناقش في هذه المحاضرة ازاي اجيب احتمالات الحياة والوفاة لمدة تزيد عن السنة، بالاضافة الى كيفية حساب اقساط التأمين على الحياة. قبل ما نبدأ في مناقشة ازاي اجيب احتمالات الحياة والوفاة لمدة تزيد عن السنة، هنفتكر مع بعض المعادلات الخاصة بجدول الحياة والوفاة، وهما ثلاث معادلات، هي لام س تساوي ح س زائد واحد على ح س. ده عبارة عن ايه؟ احتمال حياة شخص عمره س لمدة سنة واحدة بيساوي عدد الأحياء عند السن س زائد واحد على عدد الأحياء عند السن س. ومنها نستنتج أن لام س في ح س تساوي ح س زائد واحد، وح س تساوي ح س زائد واحد على لام س. اتنين، عدد الوفيات خلال سنة واحدة بيساوي عدد الأحياء عند السن س ناقص عدد الأحياء عند السن س زائد واحد، يعني واو س تساوي ح س ناقص ح س زائد واحد. من المعادلة اللي فاتت نستنتج أن ح س تساوي واو س زائد ح س زائد واحد، و ح س زائد واحد تساوي ح س ناقص واو س. للمعادلات اللي بتستنتج دي يا اخوانا من عبارة عن ضرب الطرفين في الوسطين في المعادلة. ثلاثة، احتمال وفاة شخص عمره س خلال سنة واحدة، ده بيساوي عدد الوفيات ما بين السن س والسن س زائد واحد على عدد الأحياء عند السن س، يعني ف س تساوي واو س على ح س. ومنها نستنتج أن واو س تساوي ح س في ف س، وح س تساوي واو س على ف س. هنلاحظ هنا الفرق بين كلمة لمدة عند التعبير عن احتمال الحياة وكلمة خلال عند التعبير عن احتمال الوفاة، حيث أن الوفاة تحدث خلال فترة من الزمن وليس لمدة من الزمن. من المعادلة واحد وتلاتة نجد أن ف س بتساوي ح س على ح س ناقص ح س زائد واحد على ح س، يعني بتساوي واحد ناقص لام س، أي أن ف س زائد لام س تساوي واحد صحيح، أي أن احتمال الحياة زائد احتمال الوفاة تساوي واحد صحيح. نيجي بقى لموضوع المحاضرة دي، هنقسمه لجزئين. واحد، ازاي نجيب احتمالات الحياة والوفاة لمدة تزيد عن السنة. اتنين، كيفية حساب اقساط وثائق تأمينات الحياة وامثلة محلولة عليه. احتمالات الحياة والوفاة لمدة تزيد عن السنة، المدة هنا يرمز لها بالرمز نون. واحد، نون لام س بتعبر عن ايه؟ احتمال حياة شخص عمره س لمدة نون من السنوات، أي يعيش حتى بلوغه تمام العمر س زائد نون. ده بيساوي ايه؟ نون لام س بتساوي عدد الأحياء عند تمام العمر س زائد نون على عدد الأحياء عند تمام العمر س. بالرموز يبقى ح س زائد نون على ح س. لاحظوا هنا كانت لام س تساوي ح س زائد واحد على ح س، لأن كان جنب لام س واحد، هنا جنب لام نون، فعشان كده قلنا ح س زائد نون على ح س. اتنين، نون ف س بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن وفاة شخص عمره س خلال نون من السنوات، بمعنى آخر احتمال أن شخص عمره س يموت قبل أن يصل إلى السن س زائد نون، يعني
نون في سين تساوي ح سين ناقص ح سين زائد نون على ح سين. المعادلة اللي فاتت بتساوي عدد الأحياء عند تمام العمر سين ناقص عدد الأحياء عند تمام العمر سين زائد نون على عدد الأحياء عند تمام العمر سين. سؤال بقى، أيهما أكبر، عدد الأحياء عند تمام العمر سين أم عدد الأحياء عند تمام العمر سين زائد نون؟ الإجابة يا جماعة هي عدد الأحياء عند تمام العمر سين. رقم 3، احتمال حياة شخص عمره سين لمدة نون من السنوات ثم وفاته خلال السنة التالية ويرمز له بالرمز نون شرطة في سين، وشرطة هنا بتشير إلى التأجيل، بتساوي إيه؟ واو سين زائد نون على ح سين. يعني عدد الوفيات عند تمام السن سين زائد نون على عدد الأحياء عند تمام السن سين. أو بطريقة أخرى، نون شرطة في سين بتساوي ح سين زائد نون ناقص ح سين زائد نون زائد واحد على ح سين. 4، احتمال حياة شخص عمره سين لمدة نون من السنوات ووفاته خلال ميم من السنوات ويرمز له بالرمز نون شرطة ميم في سين، بتساوي ايه؟ ح سين زائد نون ناقص ح سين زائد نون زائد ميم على ح سين. لو جبت يا جماعة في الامتحان هجيب رمزين من الرموز دول واقول لك في السؤال اكتب ما يعبر عنه هذا الرمز. نشوف دلوقتي بعض الأمثلة على كيفية إيجاد الاحتمالات سواء كان لمدة سنة أو لمدة تزيد عن السنة. مثال 1، إذا علمت أنه يوجد 50,000 شخص لهم من العمر 40 سنة وبملاحظة هؤلاء الأشخاص خلال سنة تبين أن عدد الوفيات 4700 خلال السنة. المطلوب احتمال حياة شخص عمره 40 يعيش حتى تمام العمر 41 سنة. الحل، عدد اللي ماتوا كام؟ 4700. عدد الأحياء في البداية كانوا كام؟ 50,000. نطرح 4700 من 50,000 هيدينا 45,300. نقسم ال 45,300 على ال 50,000 هيدينا الاحتمال المطلوب اللي هو 906 من 1000. مثال رقم 2، إذا علمت أن عدد الأشخاص على قيد الحياة في تمام العمر 20 هو 78,590 وعدد الوفيات هو 411، أوجد احتمال الوفاة لشخص عمره 20 سنة ويموت قبل أن يبلغ العمر 21 سنة. بسيطة جدا، تقسم 411 على 78,590 هيديك الاحتمال المطلوب اللي هو طلع 523 من 100,000. احتمالات الحياة والوفاة لمدة تزيد عن السنة، المدة هنا يرمز لها بالرمز نون. 1، نون لام سين بتعبر عن ايه؟ احتمال حياة شخص عمره سين لمدة نون من السنوات اي يعيش حتى بلوغه تمام العمر سين زائد نون. ده بيساوي ايه؟ نون لام سين بتساوي عدد الاحياء عند تمام العمر سين زائد نون على عدد الاحياء عند تمام العمر سين. بالرموز يبقى ح سين زائد نون على ح سين. لاحظوا هنا كانت لام سين تساوي ح سين زائد واحد على ح سين لان كان جنب لام سين واحد، هنا جنب لام نون، فعشان كده قلنا ح سين زائد نون على ح سين. 2، نون ف سين بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن وفاة شخص عمره سين خلال نون من السنوات، بمعنى اخر احتمال ان مثال رقم 4، ما هو احتمال ان شخص عمره 30 سنة
يعيش حتى تمام العمر 40 سنة ويموت خلال السنة التالية مباشرة. إذا علمت أن حا 30 بتساوي كذا، وحا 40 بتساوي كذا، وحا 41 بتساوي كذا، ده هيبقى معطى في التمرين. الحل: أنا عندي سين اللي هي السن ب 30 سنة، وسين زائد نون ب 40، يبقى وحيث أن نون شرطة في سين بتساوي ح سين زائد نون، ناقص ح سين زائد نون زائد واحد على ح سين. نطبق هذا القانون بالتعويض. في القانون السابق نجد أن نون في سين بتساوي ح 40 ناقص ح 41 على ح 30، يعني بتساوي 68,943 ناقص 68,298 على 74,290 بتساوي 861,100,000. مثال رقم 5: أو باحتمال أن شخص عمره 20 سنة يعيش لمدة 15 سنة ثم يموت خلال العشر سنوات التالية. إذا علمت أن ح 20 بكذا، ح 35 كذا، ح 45 كذا. الحل: عندي هنا السن 20 سنة، المدة 15 سنة، مدة التأجيل 10 سنوات، يبقى هطبق أنهي قانون؟ القانون اللي بيقول نون شرطة ميم في سين، زي ما هنشوف في الشريحة اللي جاية. القانون اللي هو نون شرطة ميم في سين بتساوي ح سين زائد نون ناقص ح سين زائد نون زائد ميم على ح سين. هنعوض تعويض مباشر اللي هي 15 شرطة 10 في 20 بتساوي ح 35 ناقص ح 45 على ح 20، يعني بتساوي 71,862 ناقص 65,448 على 78,590 بتساوي 816/10,000. ننتقل بعد كده لكيفية حساب الأقساط. أولا، وثائق التأمين التي تدفع مبالغها في حالة الحياة. رقم 1: القسط الوحيد الصافي لعقد تأمين الوقفية البحتة. احنا لسه قايلين من شوية ان عقد التأمين الوقفية البحتة ده بيشترط ان انت تعيش علشان تاخد مبلغ التأمين. لو حدثت الوفاة راحت عليك الأقساط وانتهى عقد التأمين. ويتم حساب القسط على اساس تعادل القيمة الحالية الالتزامات المؤمن لهم مع التزامات المؤمنين. المؤمنين هنا شركات التأمين، بيساوي التزامات المؤمن لهم بيساوي عدد الأحياء عند السن س في القسط الوحيد في القيمة الحالية الآن. المعادلة اللي فاتت بتساوي عدد الأحياء عند تمام العمر س ناقص عدد الأحياء عند تمام العمر س زائد نون على عدد الأحياء عند تمام العمر س. سؤال بقى، أيهما أكبر، عدد الأحياء عند تمام العمر س أم عدد الأحياء عند تمام العمر س زائد نون؟ الإجابة يا جماعة هي عدد الأحياء عند تمام العمر س. رقم 3: احتمال حياة شخص عمره س لمدة نون من السنوات ثم وفاته خلال السنة التالية، ويرمز له بالرمز نون شرطة في س، وشرطة هنا بتشير إلى التأجيل، بتساوي إيه؟ واو س زائد نون على ح س، يعني عدد الوفيات عند تمام السن س زائد نون على عدد الأحياء عند تمام السن س.
اخر نوع من الدفعات الحياه او المعاش المؤقته والعاديه هي دفعه حياه او معاش لها مده محدده وليس لمدى الحياه كما هو الحال في الدفعات السابقه، وتبدا بعد انتهاء مده التاجيل يتفق عليها. الرمز بتاعها ميم شرطه نون نقطتين فوق بعض دال سين بتساوي نون سين زائد ميم زائد واحد. ثانيا، وثائق التامين التي تدفع مبالغها في حاله الوفاه. الوثائق اللي فاتت دي كانت بمشترط الحياه اللي هي دفعات المعاش ووثيقه تامين وفيه بعد. اما الوثائق اللي احنا هنعيشها دي بتشترط الوفاه علشان شركه التامين تدفع مبلغ التامين. اول نوع اللي هي القسط الوحيد الصافي لوثائق تامين مدى الحياه، وهذه الوثائق تضمن ان الشركه تدفع مبلغ التامين للمستفيدين في اي وقت تحدث فيه الوفاة بعد التعاقد مباشرة، زي ما قلنا في النظر قبل كده. إثبات القانون ده ما انتش مطالب بيه. إذا القسط الوحيد الصافي لوثيقة تأمين مدى الحياة لمبلغ تأمين جنيه واحد فقط بتساوي ميم سين على دال سين. ميم سين دي يا اخوانا ودال سين زي ما قلنا قبل كده دي رموز انا هديك ارقامها في الامتحانات. النوع الثاني اللي هو القسط الوحيد الصافي لوثيقه تامين مدى الحياه بس مش فوريه بقى، لا مؤجله، ليمين شرطه الف سين. هذه الوثيقه تضمن سداد مبلغ التامين الى المستفيد عند بلوغ المؤمن عليه السن سين زائد ميم، اي ان شركه التامين بتلتزم بدفع مبلغ التأمين للمستفيد في وثيقة التأمين للمؤمن عليه البلغ من العمر سين شرط أن تحدث الوفاة بعد بلوغه السن سين زائد ميم، أي بعد فترة التأجيل. ده بيساوي إيه؟ ميم سين زائد ميم على دال سين. رقم ثلاثة من الوثائق دي اللي بتشترط الوفاة علشان شركة التأمين تدفع مبلغ التأمين وثيقة التأمين المؤقت. ووفقا لهذه الوثيقة، احنا قلنا الكلام ده قبل كده لكن بنقوله تاني، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين إلى المستفيد أو المستفيدين حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة يتفق عليها في الوثيقة قدرها نون. فبنفترض إذا عاش من نهاية المدة لا تلتزم شركة التأمين بدفع أي شيء إلى المؤمن على حياته، وأصبح من حق الشركة الأقساط التي تم دفعها. القسط هنا بيساوي إيه؟ ميم سين ناقص ميم سين زائد نون على دال سين.